لسه بنحتفل مع حضراتكم مع ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي، الابطال اللي مشرفينا محليا وقريا والبعض منهم كمان عالميا. منورنا دلوقتي عمر اشرف لاعب الكاراتيه بالنادي الاهلي، وكمان مريم العزبي. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. اهلا بيكم. يعني اكيد بنسعد اي بطل بيمثل النادي الاهلي، وانتم كمان في يعني في لعبه الكاراتيه متالقين جدا. احنا فعلا يعني مستوى بنتكلم هنا سيدات او رجال، احنا متالقين جدا. فخلينا نعرف كده في البدايه، انتم من وجهه نظر وكل واحد فيكم بتشوفوا ليه الاهلي متالق اصلا في الرياضه دي تحديدا؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الدعم اللي انتم بتحصلوا عليه؟ انا هبدا معاكي. هو النادي الاهلي دايما بيدعمنا في تصفيات في النادي قبل البطولات المهمه، زي تصفيات المنتخب ودانك المصري وكده يعني. وبالنسبه لك يا عمر؟ يعني النادي الاهلي موفر لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، يعني مدربين طبعا على اعلى مستوى، ومدربين فيتنس، ومدربين فنيين طبعا بيعدونا احسن اعداد للبطوله. يعني مثلا تصفيات في النادي دايما بيخلونا دايما في حاله اكتف كده، اللعيبه ما بتريحش ما بتنامش، وفي التزام، ما فيش هزار، ما فيش تمرين ما يترحش، ما فيش بطوله. يعني لازم برضو فكره هنا ان انت لازم تحصل على يعني البطوله او فكره رقم واحد، ده بتهالي مسؤوليه في حد ذاتها. يعني انت مش بتخش علشان تفوز وخلاص، لا لازم مركز اول، صح كده؟ ده يعني بيمثل ضغط عليكم برضو، صح؟ واكيد طبعا النادي دايما بيسعى ان احنا نجيب اول، طبعا مفيش بديل طبعا الاول، يعني اي حاجه غير الاول ما بيعتبرش مكسب يعني. طب خلونا نتعرف اكتر عليكم بقى، يعني خلفياتكم الدراسيه، عندكم كام سنه، في اي مرحله في الدراسه ابتديتوا مع الكاراتيه، في سن قد ايه؟ تعالي نبتدي بيكي. انا ابتديت كاراتيه وانا عندي 4 سنين. انا عندي دلوقتي 14 سنه. مين اللي وجهك للكاراتيه؟ هو صراحه انا كنت ماشيه في النادي كده، ففجاه لقيت كاتا كده حلوه لعبه. أوكي. يعني عجبتك استهوتك؟ اوكي، فقلت انا عايز العب. وبعدين بقى يعني دلوقتي عندي 14 سنه وفي منتخب مصر الحمد لله. ما شاء الله طبعا. وفي اولى ثانوي. دراسيه من سنه كام بقى؟ اولى ثانوي. اوكي، وعارفه توزيني ما بين الدراسه والتمرينات، وخصوصا احنا بنتكلم على بطله، يعني مش مجرد واحده بتمارس الرياضه، يعني البطوله دي بتتحقق بعد كتير من التعب والمجهود والتدريبات والمعسكرات والبطولات الى اخره، فبتوازني ازاي ما بين الاثنين؟ هو طبعا تعب، يعني احنا بنرجع من التمرين بنبقى تعبانين مش قادرين نعمل حاجه. طب فالحمد لله يعني بوازن على قد ما اقدر. ستي يا مريم شكلك هادي قوي على الكاراتيه، صح؟ انا ما تحسش الشخصيه او في حته او جانب عندك احنا مش عارفينه او مش باين، صح؟ ممكن اكون باينه هاديه لكن في الملعب مش هاديه خالص. مولع الدنيا في البطولات. طيب وانت ابتديت في سن قد ايه وحاليا في اي مرحله دراسيه؟ انا ابتديت وانا عندي 5 سنين وانا صغير. دلوقتي انا في اولى ثانوي، عندي 15 سنه. يعني حبيت الكاراتيه وانا صغير، ماما هي اللي عرضت عليا الفكره وقالت لي ودخلت جربت، ويعني لقيت نفسي في اللعبه. جميل. بس وارتحت فيها لحد ما كملت. والدراسه طمنا عليك، انت كمان عامل فيها ايه؟ يعني الحمد لله ماشيه. يعني لا اصل غصب عنهم انتوا بيبقى في اوقات لازم يعني في بطوله، في معسكر، ما بقاش في امكانيه ان انا اذاكر. يعني برضو مرحله الثانوي او ثانويه عامه او اولى ثانوي حتى صعبه، يعني مش سهله. انا فاكره احنا اول شهر ونص كاملين، انا اول شهر ونص ما رحتش المدرسه. يعني كان اسبوع معسكر وبعدين سافرنا، وبعدين معسكر تاني، وبعدين معسكر تاني، وبعدين تصفيه، وبعدين بطوله. فاول شهر ونص ضاع واحنا ما كنتش عارف اي حاجه خالص عن المنهج. بس الحمد لله. بس هل المدارس عندكم يعني متفهمه وضعكم؟ هل في تنسيق ما بين النادي مثلا وبين المدرسه، بحيث ان لو في غياب، وخصوصا لو غياب هيطول حبتين نتيجه ان انتم مسافرين او عندكم معسكر خارج البلاد، يعني متفهمين الحكايه دي، مقدرين ان انتم ابطال في الرياضه، فبيسهلوا لكم شويه الماموريه؟ طبعا. يعني مثلا بنجيب ورق من المنتخب، بننحف معسكر، فالمدرسه بتفهم ده ان احنا لازم نغيب عشان المعسكر وكده، فالمدرسه بتدعمنا يعني كويس. وانت عمر برضو الدنيا ماشي الحال؟ احنا بنطلب جوابات مثلا من النادي او من المنتخب، وجوابات بنقدمه للمدرسه عشان لو في مثلا مشكله في الغياب او كده. طبعا. فطبعا بيتشال من علينا قصه الغياب دي. طب البطوله الاخيره نتكلم عنها شويه، مين اكتر المنافسين اللي كانوا مقلقين بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت برضو ايه اللي كانت الماتشات الغير متوقعه؟ يعني في كده اوقات بيبقى في بطولات ماتشات بنفتكر انها صعبه بتبقى سهله والعكس صحيح، خليني اعرف منكم. هو انا صراحه في الكات عندي انا دايما لما بخش العب اي حد باخده كمنافس قوي، حتى لو يعني حتى لو هو ضعيف برضه باخده كمنافس قوي. برافو. فده حاجه يعني بتخليني اشتغل اكتر كويس. واكتر يعني زي ما بيتقال ماتش انت شفتي ادائك فيه كان بالنسبه لك مرضي اكتر كان مع مين؟
كان اخر ماتش الفاينل وكنت يعني الحمد لله كنت كويس. هي في الكات عموما المقاييس ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي حد يطلع مركز اول ومركز ثاني؟ طالما احنا بنتكلم استعراض اكتر يعني صح؟ ما انا فاهم، بس يعني هل جماليات العرض اللي بيتقدم ده اللي بيفرق؟ يعني الحسبه بتتحسب ازاي؟ هو يعني منظرك على الملعب، وشك، السبيشال ستايل بتاعك، حركات الكاتا يعني صح. مش بيكون المستويات متقاربه الى حد كبير في البطولات الكبيره؟ بيبقى كل المتنافسين كلهم اقوياء وكلهم عندهم قدره على ابهار الحضور. الانسجام مثلا يعني 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 مثلا تبقى داخل في مود الكاتا كده، يعني ده اللي بيفرقك عن بقيه الناس. اوكي. هو انت كاتا ولا كوميتيه؟ انا كوميتيه، بس انا بلعب كاتا هنا في مصر، انما صراحه قصه المنتخب لا، رفضت ان ادخل فيها. يعني كنت ممكن اخش فيها بس انا رفضت. تخصصك كوميتيه؟ تخصصي كوميتيه. انا بلعب كاتا بس يعني انا مركز اكتر في الكوميتيه، حبيت الكوميتيه اكتر. طبعا بحب الكاتا وبحب العبها. بعد الكاتا امن يعني مش كده برضه؟ مش قصه امن، بس انا لقيت نفسي في الكوميتيه. يعني لعب الكاتا بتبقى استعراض اكتر، الكوميتيه بيبقى لعب بقى وضرب وكده يعني. لا، وكلمه المنافسه بتكون متحققه اكتر في حاله الكوميتيه. بالظبط. يعني الكاتا الناس كلها بيبقى شكلها حلو، والناس كلها بيبقى شكلها مبهر، بس ابهار عن ابهار بيفرق. عاجبك الكلام اللي بيتقال ده؟ لا والله مش قصدي حاجه، بس الكاتا في لعيبه في لعيبه بتبقى مبهرين قوي، في طبعا لعيبه بتبقى كويسه، بس طبعا في لعيبه بتبقى فارقه. الكوميتيه طبعا بيبقى فيه برضو لعيبه انت بتشوفها بتقول ده لاعب شكله كويس، لاعب شكله حلو، لعبه التكنيكس بتاعته، شكل الضربات، حركة الضربة، السرعة، القوة بتاعتها. بس فدي حاجات برضو بتفرق أكيد. والأكتر المنافسين برضو أنا عايز أعرف بالنسبة لك أنت عمر كان مين؟ ولد من تونس، ولد من الكونغو. يعني أنا لعبت في بطولة أفريقيا، ولد من تونس، ولد من الكونغو. ماتش تونس كان ماتش الحمد لله، ده ماتش راضي فيه عن نفسي جدا كويس. ماتش الكونغو ماتش لعبته حلو، وكان ليا كذا نقطة، بس طبعا اتظلمت فيها. بس طبعا الظلم التحكيمي ده مش مبرر، يعني في الأول في الآخر شماعة بنعلق عليها، بس طبعا كان عندي أحسن من كده أكيد في الماتش، بس كان ليا حاجات إنها تخليه أكسب الماتش. والولد يعني حصل دروب في الماتش، والولد عمل حاجة خلتني إن أنا أخسر الماتش. إيه عمل إيه بقى؟ يعني أنا ضربت ضربة بسيطة جدا، هو الولد يعني مثل في الضربه زياده. حتى في الحاجات دي تحصل يعني ده حصل في الاولمبياد مش معانا بس يعني صح لعيبه صح كبيره يعني. شفناها في اخر اولمبياد تعب للاسف الشديد. على كل حال احنا بنتعلم، انت لسه قدامك يعني فتره طويله جدا، لسه قدامكم بطولات كتيره جدا، فاستعدادات بقى حابين برضو انا وكريم نعرفها منكم الفتره اللي جايه. ايه القريب؟ ايه البطولات اللي جايه؟ هبدا بيكي، اتفضلي. انا ان شاء الله يعني طموحاتي اللي جايه ان انا ابقى بطله عالم والاولمبياد كمان، لو الاولمبياد تاني كاتا دخلت في الاولمبياد. اوكي. وابقى بقى في شغلي بقى ابقى كابتن طيار. كابتن طيار ده كلام عظيم. لا بس بجد حلوه دي جدا الكلام، بس محدده اهدافك. كما ينبغي. برافو عليك، وربنا يقدرك كده ويوفقك في ان انت تحققي الاحلام دي كلها. وانت عمر بتفكر في ايه في اللي جاي؟ هل هتستمر في الكاراتيه، ولا انت شايف ان ممكن يعني تكمل فيها لفتره معينه وبعد كده تشوف مستقبل مختلف شويه؟ طبعا دراسه مختلفه، شغل مختلف. طبعا حلم كل لاعب انه يبقى في الاول في الاخر بطل عالم وان اسمه يتذكر على طول. وطبعا حلم ان البطولات اكسب بطوله مره واحده ده اكيد حلم عادي، ان الواحد دايما بيسعى ان يحافظ على النجاح من النجاح. يعني نفسي طبعا ابقى بطل عالم اكتر من مره، نفسي طبعا كره تخش الاولمبياد تاني عشان ربنا يكرمني ان شاء الله والعبها. بعد كده بقى مستقبلا ان شاء الله نفسي ابقى ضابط جيش ان شاء الله. حلو بقى، حلوه بجد طموحاتكم انتوا الاثنين حلوه جدا. طب عندي سؤال اخير لان الوقت بيجري، لو كريم طبعا عنده حاجه تانية عايز يسال عنها. الداعم اللي في البيت مين اكتر حد؟ طبعا هسالك ملك وعمر الاثنين، عايز اعرف مين اكتر حد داعم عندك في البيت؟ طبعا يعني ماما وبابا، بس طبعا يعني انا بصراحه ماما بتتعب جدا معايا، وهي اللي بتوصلني التمرين، ويعني بتفضل سهرانه معايا لحد بالليل عشان التمرين والمذاكره، وبتبقى تعبانه. اكتر داعم ماما وبابا الحمد لله. حاجه كبيره طبعا لسانت وانكل كمان. ولي انت يا عمر؟ انا داعم عندي في البيت طبعا ماما وبابا على طول، هم اللي جنبي في كل حاجه، سبورت سيستم في اي حاجه طبعا. وخاصه ماما كان هي اللي معايا على طول، يعني هي اللي بتحضر معايا اغلب التمارين. بابا دايما في الشغل، بس طبعا دعم ليا ما اقدرش ان انا انكره. وطبعا الكباتن بتوعي طبعا ما اقدرش انكر فضلهم عليا، كابتن مراني، كابتن مهاراته،
وكابتن الفيتنس بتاعي طبعا كابتن احمد بياضه، ما اقدرش انكر فضل دول الحقيقه. كانت مرته كان على طول كان جنبي، ومش مجرد مدرب بس، لا مدرب كان مدرب واخ واب. حلوه قوي، حلوه العلاقه دي طبعا، صحيه جدا، كويس جدا ما شاء الله عليك بجد، حاجه تفرح وحاجه تطمن كده على اللي جاي ان شاء الله. ربنا يقدرك وتبقى بطل في العالم فعلا. وانت كمان يا عمر نورتونا وشرفتونا تاني، مبروك على البطوله الاخيره، واحنا مستنيين منكم ان شاء الله الفتره اللي جايه بمزيد من البطولات والكؤوس والميداليات ان شاء الله. ما تبقوا بقى ابطال عالم بقى ونيجوا نطلبكم، ما تطلبوش بقى فلوس على بعد كده هتدفعوا كام، عارف الحاجات دي. افتكروا برضو ان انتوا كنتوا معانا وهنا كان وشه حلو عليكم. خلاص لا انا بهزر عامه. نورتونا. نروح فاصل سريع لسه فقراتنا ما خلصتش، ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقره في حلقه النهارده.